الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله العظيم وحسن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اتممنا ولله الحمد منا الدرس الماضي ما يتعلق بالشرح المختصر لاصول الثلاثه. لو قال قائل يعني هذا شرح، لكن هذا شرح مختصر، هل المؤلف رحمه الله تعالى أراد في هذه الأصول الثلاثة أن تشرح في عام أو في ستة أشهر أو في ست سنين مثلا؟ لا، بل هذه الأصول الثلاثة كانت مقررة زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد الشيخ إلى يومنا هذا، مقرر أن تدرس حتى للعرب، فلا يمكن أننا يعني نأتي مثلا في بعض المسائل ونطول فيها، مثل الآن مسألة النذر، النذر الآن على ما ترى في جدول مطول في أقسام مثلا، هذه المطولات إن شاء الله تعالى نأخذها في كتاب، ولذلك قال العلماء من طلب العلم جملة ذهب عنه الجملة ما استفاد شيء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي رب الناس على صغار العلم قبل كبارهم، فلا بد ان نتدرج. اليوم مثلا اخذنا المذهب القسم الى قسمين لله ولغيره، غدا او بعد غدا ان شاء الله تعالى ناخذ زياده تفسير من المذهب. الشفاعة اليوم تكلمنا عنها، قلنا أن يصح طلب الشفاعة من المخلوق بما يقدر عليه شروط أربع: حي وحاضر وقادر، تعتقد النسب. اليوم إن شاء الله تعالى في درس القواعد الأربع نأخذ تفسير الشفاعة شيء فشيء تدرج، هكذا تفسير. ثم لا يمكن أنا الآن مثلا آتي وأشرح الأصول الثلاثة من العقيدة الواسطية ومن كتاب التوحيد، نستطيع علمنا أن أشرح الأصول الثلاثة في عشر سنين ما في إشكال، لكن كيف أشرح الأصول الثلاثة في شرح الواسطية أو شرح كيف؟ لا، لماذا لا أشرح الواسطية؟ انتهى. وعلى هذا سار العلماء، منهم رحمه الله، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يختصر في الشرح، فلا إشكال. الإشكال من لا نضبط المسائل، أما الإطالة قد تكون الأحيان الإطالة يعني مملة، والاختصار قد يكون أحيانا مبهم، فماذا تصنع؟ هل خير الأمور؟ أبدا، مفهوم؟ نعم. طيب، قلنا لكم لا أحجز حتى ننتهي من الدور، تجد أنه لا سؤال بإذن الله، مفهوم؟ في جواب لكن ما يباع بالسجلين، يسميه بعض العلماء رحمه الله أص دليل على وزن أس دليل، يخسر تصبر على جنبة المعلم. ذكرنا لكم بأن العلم في زهرات، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا سألت عمر، ما من تفوق قليل بعد درس هذا الاستشفي وهذا إلى أن آخر يوم تجد إن شاء الله لا سؤال. طيب، نعم. طيب، خلينا ما يتعلق بشرح الأصول الثلاثة، وقلنا أهم فائدة استفادة من شرح الأصول الثلاثة أو من دراسة هذا المثل المبارك أننا بحاجة للتوحيد، مهما تعلم الإنسان التوحيد هو بحاجة للتوحيد، سبحانك لا تحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ويكرر التوحيد، نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد سألوا على الطلاب: يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال: كتاب التوحيد. قال الشيخ: انتبه، نحن الآن أتممنا كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج إلى عشرات المرات نكرر. إي نعم الله. طيب، نعم، كل واحد منكم يذكر لي فائدة واحدة مستفادة من دراستنا الأصول الثلاثة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يوقف الطلاب، يقول: لا أشكال،
وهذا القيام ليس للداخل وليس للكلام، لكن حتى نجيء ونسمع كلام الطالب ليس لدي مكوان ولا نشتغل. أما قبل المعلم هذا لا، هذا أمر آخر كما يعني درستم وكما عرفتم بالنسبة، لكن هذا القيام حتى نسمع الطالب حتى يعني الدورة الدموية تتحرك. بسم الله. نعم، اصبر على جهة المعلم فإن العلم في سفرات. نعم، فائدة واحدة. هل التوحيد أنه رأس الأمر وعموده وأنه يحدد مصير الإنسان في الآخرة فيه الخسارة أو النجاة؟ نعم، فتح رأيك. بسم الله. أنا تعريف الإسلام، الإسلام هو الإسلام لله. أقل تعريف الإسلام، الإسلام للتوحيد، وقال له الطالب راح من الشرك وأهله. الإسلام عرفنا التوحيد لغة، وشرعا عرفنا مع التوحيد شرعا. الإيمان لابد في تعريف أحكام السنة جمعا من الخمس: قولا باللسان، اعتقادا بالقلب، وعمل القلب والجوارح، زيده الطعن قصد المعصية. فتح الله عليك. هذا أهمية التوحيد. أهمية التوحيد أهم العلوم، أشرف العلوم. تكثير الحسنات، وتكثير الحسنات تكثير السيئات، وإستقرار الأمر والهداية والقرآنية وحلاوة الإيمان وسورة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى يعمل الذي لا يدخل الجنة إلا موحد. أخذنا مراتب الدين والإسلام، مراتب الدين الإسلام، وعلم من الإسلام الإيمان، وعلم من الإيمان إحسان. نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. لا شيء. تعلم الجواب عن أسئلة الثلاثة على أسئلة القبر. نعم، ثمرة دراستنا الأصول الثلاثة الإجابة عن أسئلة القبر. تعلمنا أركان الإيمان. أركان الإيمان ما يتعلق بالشرح المختصر من أركان الإيمان. ويفرض الله في عبادته. نعم، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العبادة. فتح الله عليك. الكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافع لجميع معبود من دون الله إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. وخذ أحسن ما قيل أو من أحسن ما قيل فيه تعريف الطاغوت: من تجاوز عن حد معبود أو متبوع أو مطاع. فتح الله عليك. نعم، ماذا؟ نعم، فتح تعالى يا أخي، لا أحد يدافع عنه. نعم، أي فائدة من الصور الثلاثة؟ فتح الله عليك. عرفنا أقسام العبادة، أن ما هي؟ منها صرفه، أن العبادة كل من صرف شيء من العبادة قليلا أو كثيرا لغير الله هو مشرك كافر. فتح الله عليك. رؤوس الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، إبليس لعنه الله، وقلنا هذا خبر، وأنت تستعيد من إبليس. نعم، طيب. من رضي أن يعبد من دون الله، ومن عبد وهو راض، وقلنا لا بد أن تنتبه لهذه المسألة، قد تكون طاغوت أنت لا تدري. انتبه. نعم، من دعا الناس لعبادة نفسه مثل فرعون. من دعا شيئا من علم الغيب قليل أو كثير. ومن حكم بغير ما أنزل الله، قلنا سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى تفصيل الكلام فيه بكتاب كريم. لكن هنا لابد أن تعلم أن من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصل، أن الحكم بما أنزل الله لا يصل، أو أن حكم القرآن والطاغوت مثل حكم الله أحسن معتقد، هذا كان ركوب أفضل. والبقية في معنى إن شاء الله تعالى في الصورة الثالثة. العلم قبل القول والعمل. لابد.
من العلم قبل القول والعمل. وإذا جاء بعض الناس وقال أنا ما أريد أتعلم حتى لا أعاقب على ترك العمل، نقول أنت بهذا لو تترك تعلم الدين في الكلية أتيت بناقض من قول الإسلام. أهمية العلم، فلا بد أن نتعلم. نعم، شرف العالم على العالم أهم ما يكون. فتح الله عليك. عرفنا أن أنواع الجهاد ثلاثة. أنواع الجهاد أربع: جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين، وجهاد المنكرات والبدع والمعاصي. جهاد النفس يكون بسورة العصر: علم وعمل ودعاء وصبر. الشيطان ترك الشبهات والشهوات، شهوات صغائر وكبائر والشبهات، بدعة والشرك والشرك أكبر وأصغر. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح وبالمال، والمنكرات باليد يكون هذا بالسلطان، وباللسان بالعلماء وطلاب العلم، وبالقلب هذا لا يمكن أن يرتفع عن المسلم. صحيح؟ نعم. أن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، أن الشرك أعظم الذنوب، ولا بد أن تحذر منه وتخاف، ولا بد أن تدرس التوحيد. ثلاث أقسام: صبر على أنواع الصبر ثلاثة، صبر على طاعة الله حتى تؤثر، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. نعم، لأن الشيطان يضع سباق يصطد بها الناس. فتح الله عليك. نعم، علمنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. المسائل هذه الثلاثة، قل المسألة الأولى تلخص بماذا؟ الله خلقنا ورزقنا بتوحيد الألوهية. إفراد الله. بالربوبية والأسماء والصفات. بالربوبية والأسماء والصفات. نعم. ولا تدقق يا أخي، لأن بعض أقول أين الأسماء والصفات؟ أن الله خلق. نعم. هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. ولم يتركنا هم. بل أرسل إلينا رسولا. هل إلينا رسول الله؟ إنه أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ نعم. فتح الله عليك. المسألة الثانية. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. بالعبودية، بالألوهية، نعم، بالعبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك، يعني تكون باللسان، بالقلب واللسان والجوارح. فتح الله عليك. استفدت فائدة عظيمة لو هي من الممولات الناطع للكفار بالإعجاب. نعم، هذا ممولات الكفار، ولا بد من البراءة. والإمام أحمد إمام على السنة يقول: إذا رأيت الكافر قلت عنه مخافة أن أرى عدو الله، قالت الهرة قولا جامع كل المعاني، أشتهي ألا أرى القلدة ولا القلدة أرى. نعم. طيب، نعم، بعد عرفنا مراتب الدين ثلاثة. مراتب الدين ثلاثة: علامة الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. الله يسعدك. وكل مرتبة كل مرتبة لها أركان. لا أركان. نعم، نعم. أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة: الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، الحج، والحج والصيام والزكاة والصلاة. فتح الله عليك. طيب، الصوم والصلاة والحج والزكاة، كل شهادتان أول. نعم، تعلمنا أنه الخوف والنذر والذبح لا يكون غير الله. الخوف الخوف كل العبادات، نعم، كل العبادات، ولكن تصفيه النية لأجل لا تباع لغير الله يشفر فيها في كل العبادة. لا لا لا. نعم، أن رأس الأمر الإسلام وعمود رأس الأمر الإسلام. كيف نقول لك بهذا الحديث؟ والله أن رأس الأمر الإسلام، إذا قطعنا رأس هذا الجسد والإسلام بين لك في الأصل الثاني والأصل، وعمود الصلاة من الصلاة مهمة وهي الركن الثاني. نعم، ولا بد أن تؤدى في المساجد جماعة رجال بلدي.
وذلك السلام لا بد أن تجاهد أن بعض الناس يظن الجهاد هذا كفار فقط. جاهد نفسه والشيطان راسه. طيب وهذا نعم يا أخي ذكرنا أن الخوف من الجن. ما حكم الخوف من الجن؟ في تفصيل. فإذا خاف من الجن وقرأ آية الكرسي وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأشعل الضوء مثلا وقال لا أنا وحدي ولا أسير وحدي فهذا خوف طبيعي. وإذا ذبح واستعاذ بهم الله أكبر هذا الفائدة. وأخذنا معرفة الرب معرفة الرب معرفة الدين ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليك. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم عالم غيب قالوا عن الله خلقهم الله من نور طيعون الله ويعصون لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نعم نؤمن بالإجمال والمعلم من الله سبحانه وتعالى من الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والصفات لا يعصون الله من أمره جاعل الملائكة رسلا ويجحد مثلا ثلاثة أرباع وأعمالهم مثلا جبريل موكل للوحي ملك الموت قبض أرواحه أخبر الاتجاه عنه بإجمال وتفصيل. نعم لا لا نعم لا خلف خلف ومن أركان الإيمان كذلك الإيمان بكتب السماوية. نعم من أنزل مخلوق وأن الله تكلم بها حقيقي وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علم الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام وأخبار وأحكام ما لم تنسخ وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب وهي من عليه فتح الله عليك. الله يفتح عليك. أعلى مرتبة عبادة المساعدة تعبد الله كأنك ترى عبادة مرضى وحب وشوق فيما عند الله وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل تقدر على الوصول هذه المرتبة؟ نعم. إن لم تستطع الوصول هذه المرتبة لابد أن تخرج عن المرتبة الثانية عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة وهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم متكع على عمر. نعم أن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. أن الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل على زيادة الإيمان؟ أيكم زادته هذا الإيمان؟ وإذا كان يزيد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما رأيت من نقصات عقل ولي. نعم. نعم. ما هي؟ أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر فتح الله عليك. نعم نعم أقسام الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة صرف الغير لا تكبر دعاء بلسان الحال ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه الله صرف الغير لا سبب فيما يقدر عليه المخلوق صرف شروط أربعة. نعم الخوف على ثلاثة أحسن خوف تعظيم خوف عبادة وتعظيم وصرف صرف الغير لا شرك الثاني خوف طبيعي خوف طبيعي جبلي خوف النار خوف من النار من النصوص من قطاع الطريق خوف من السباع وخوف محرم وهو القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. أجل فتح الله لك. نعم أربع مراتب القضاء والقدر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهجاده وتكوينه العلماء شك في كل شيء نظر نثر تأليف تبويب باقي تمشي في الطريق حتى تصل الأول المرتبة الأولى العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حتى الذي لم يقع علم الله سبحانه وتعالى وقع في الجنة. الثاني أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تكون السياق. الثالث
هل العهد مشيئة الله؟ نعم، لكن هذه المشيئة الله تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاء من ان شاء الله رب العالمين. الرابع اخر، فالعبد مخلوق ومعناه تابع له، فهي مخلوقه مثله، والله خلقكم وما تعلم. نعم يا اخي. تعريف التوكل، صدق الاعتماد على الله مع الثقه به واخذ الاسباب، لابد من امور ثلاثه، صادق واثق اخذ الاسباب المشروعه على الممنوع. أنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا بدأ التوحيد. نعم، 10 سنين يا أيها الناس اعبدوا، 10 سنين إلى أن توفاه الله، 10 سنين ادعو التوحيد، ثم التوحيد وفرض عليه الصلوات وكذا. نعم، فلا بد أن تدعو التوحيد، فعلم الناس التوحيد. نعم، هنا قاعدة، يعني العلم يعني لابد بالعمل. أول معذب من قبل الأوساء قبل نعم وعالم بعلم يعمل يعمل معذب من قبل عباد الله فتح الله عليك. الهجرة، أي هجرة؟ الهجرة من دول الكفار إلى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، هذه باقية قيام الساعة. نعم، والهجرة من مكة، التهجر ما حرم الله، والهجرة من مكة المدينة قبل فتح الله، وهجر ما حرم الله من معاصي فتح الله عليك. نعم، سبحان الله. نعم، ما أول نداء الدنيا به المؤمنون؟ أول نداء في القرآن في أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء التوحيد، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول ما يدعو القرآن فلا تجعل الله أندادا، الند الشبيه والنظير مثلكم، أنتم تعلمون ما أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. أيها الناس، من الناس؟ كل لا نعم كل الناس، من الذي ذكر؟ من أول أقرأ السورة من أولها؟ أقرأ سورة البقرة. هذا أول شيء. طيب، وصف المؤمن، ثم وصف الكافر، ثم وصف المنافق. يا أيها الناس، من مؤمن وكافر ومنافق. انتبه انتبه. نعم. ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام من أسرير؟ لا بد أن نعرف أقل ما يعرف به سب النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة ولم يبعث، صحيح؟ وأنه بلغ وأتى الأمانة، أنه مات عليه الصلاة والسلام، ترك أمة على رضا نقية لا يعرف كلام، لا يجوب عملها، فتح الله. أن محمد عليه الصلاة والسلام نسبه هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن قريش بن هاشم، وهاشم بن قريش وقريش العرب من بلاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان يكون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح، ويزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا عند من تعريف الإيمان؟ عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. طيب، فتح الله عليك. يلا خلفه. أي نعم. أي نعم. الإحسان هو ما هو ما هو ما هو طيب، عبادة المجتمع ذبح، عبادة المرأة، أقسام الذبح، أقسام الذبح ذبح لله، هذه وظائف عقيقة صدقة، وذبح لغير الله إما جائز أو شركة. إذا لم تفهم هذا التقسيم الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قسم الذبح إلى ثلاثة أقسام، أشكل عليك هذا التقسيم الموجود، الذبح ينقسم إلى قسمين، اتركه. قسم الذبح إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله شرك أكبر وذبح جاهز، وارتاح. طيب، مفهوم؟ طيب، هل هناك إشكال في الدرس؟ خارج الدرس ما نوجد إشكال. داخل الدرس في إشكال؟ أبد. الحمد لله. يقوم أي واحد يقول قوم يقوم، ما في إشكال. نعم. غيره، هل يوجد إشكال في الدرس؟ فوائد ما شاء الله الحمد لله استفدنا. بس ايش يسال؟ في اشكال؟ نعم. شيخنا اكو مقول الامام الشنقيطي انه يقول ان الله ما يحاسب على انه انت ليش ما كفرت هذا الشخص. فهل صح هذه المقوله؟ ما ادري. هذا ما هو متاسف. اجلس عشان التكفير في تكفير معين احنا قلنا الله يحاسبك على هذا. فما يمكن اطلاق الاحكام على الاشخاص الا من علماء
ولذلك عندنا بفضل الله انه ما يتولى الحكم على الاشخاص الا القضاء صح يرفع امره للقاضي وقاضي المحكمه يصدر صدق ويصدق وكذا ويصدر صدق في فلان نعم مسلم او كافر او غيره هل تولى تولى في ضرر علم حتى شرع العلماء ما اسمع هذا كيف اليوم انه يعطيك بعض الطلاب هو الذي يتولى الاحكام كذا وغيره طيب فإن الحمد لله لا أشكر طيب أهلا وسهلا أول يوم تأتي؟ أخذت الدرس تبعكم وبعدها؟ تقبلته وبعدها؟ من وين؟ مصر صح الحمد لله طيب ماذا أخذ؟ وصلت ماذا أخذ عند الصلاة؟ وصلت مساء القبر مساء وغيره؟ كثير منها أسباب منها؟ منها هو المقدمات أخذنا القواعد الأربع مسائل من المقدمة الأولى يجب تعلمها نعم ليش نتعلم المقدمة؟ مقدمة الأولى طبعا كلها مستفادة من سورة العصر المشاعر العرب العلم وغيره وغيره المسائل الأربعة المقدمة الثانية المسائل الثلاثة المسائل الثالثة والثالثة من المقدمة الثالثة الحنيفية علم الحنيفية من ما هي الحنيفية؟ حنيفية هي المنة المعنى الشرك المبنية على خلاص التوحيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مخبر الله جميع الشرك طيب الأشياء الرابعة هذه ثلاث مقدمات باقي الرابع بعض الأسئلة كانت وجهها فيها الشيخ الإسلام إلى قارئ هذه الرسالة مثل ما ربك لماذا أسأل؟ لما عرفت ربك؟ لماذا أسأل؟ الفائدة تثبت أكثر في السؤال والجواب هذه طريقة من أين أخذها؟ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يسأل الصحابة مثال الله يفتح عليك اجلس هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله العباد؟ حق العباد على الله؟ لا تتغير لا 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 تتغير نعم